الصور الكثيفة للمرشحين والمنثورة على الأعمدة والجدران والساحات تعكس حدة المعركة الديمقراطية الانتخابية البلدية والاختيارية في بلدة برجة بإقليم الخروب. المجلس البلدي لبرجة يضم 18 عضواً وثلاث لوائح كبرى تخوض المعركة لنير شرف حصده، إنما وسط إجماع أبناء البلدة على أن التنافس محصور في صناديق الاقتراع لا أكثر. اللقاءات والاجتماعات تكثفت قبيل الاستحقاق في محاولة للخروج بلوائح توافقية قد تنجح في تجنب المعركة. بداية بلشت الأحزاب بالتوافق، كمان نكون صادقين، كان في مجموعة أحزاب عم بتشتغل بالتوافق بصدق، وكان في مجموعة أحزاب إما كانت مش صادقة لأنه هي كانت ما مدت صدق، أو كان القرار مش بإيدي، ما بعرف يعني كيف كانت المنافسة. رحنا نحن بموضوع التوافق إلى الآخر، وحاولنا فعلا أنه نجنب الضيعة معركة مثلا أو منافسة اللي لتصير، ما صار التوافق. بالنهاية نحن بنعتبر حالنا كلنا أهل ضيعة واحدة، وكل ما مين بيوصل على البلدية بيمثلنا، إن كان نحن وصلنا بنمثله وإن كان غيرنا وصل بيمثلنا، وهذه الضيعة على الكل. نحن في كتير ملفات اشتغلنا فيها بموضوع بداية رفض ملف المطمر اللي صار عنا، وطبيعي نحن ما زلنا رافضين هذا الموضوع. اشتغلنا على صعيد اتحاد البلديات انه نعمل معمل فرز لمنطقه اقليم الخروب، لانه الدوله للاسف سستنا بقرار مجلس وزراء انه حلوا مشكلتكم لحالكم، مع انه نحن مصرين انه الدوله لازم تحل لنا مشكلتنا، لانه نحن عانينا كثير عن لبنان. انا مع التوافق، مع كل توافق انطرح انا مشيت معه الا بطرح واحد اللي هو 2-2-2، لان هذا مش لصالح البلد. انا مع كل توافق لصالح البلد، 2-2-2 هو بيشل العمل بالبلد. عندنا تنافس ديمقراطي بين ثلاث لوائح، في لائحه الجماعه الاسلاميه مع المهندس نشأت حميه، في لائحه الشيوعيه، في لائحتي لالي لائحه العميد سعد. هودي الثلاث لوائح، اول لائحه من 2018 عضو، ثاني واحده من 10، وانا عندي من 16 عضو. ما خلى في كل انسان بيطمح انه يكون هو يعني احنا انا كنت مع التوافق بالاساس، انا اي توافق بيصير انا معه، لان كله لصالح البلد، يعني لصالح برجة. والى دلهون المجاوره الاجواء مغايره، الهدوء يطغى على الاجواء الانتخابيه وسط غياب صور المرشحين، ما يعكس ارتفاع سقف التوافق بين اهلها على ممثليهم الاثني عشر في المجلس البلدي. ويلفت أبناء دلهون إلى أهمية إنجاز الاستحقاق البلدي للتفرغ لإنجاز المشاريع التي تحتاجها البلدة. حبيت أن أشارك بالعمل البلدي لخدمة الضيعة، وإن شاء الله الله يحالفني الحظ أن أقدر أخدم هالضيعة وأكون عند حسن ظنها. بالنسبة لعدد الأعضاء المجلس البلدي عندنا بدلهون، نحن هن 12 واحد للوقت الحالي، لهالوقت هذا عدد المرشحين 16، وفي نية لإنشاء لائحة توافقية ممكن تظهر الأربعاء أو الخميس، وقد يترشح بعض الأعضاء انفراديين. نحن بنعتبرها هذه معركة ديمقراطية، وعلى الناخب بدلهون أنه يختار الأفضل، لأنه بطبيعة أهل دلهون بحبوا ينقوا الأفضل لخدمة الضيعة. تجدر الإشارة إلى أن عدد قرى وبلدات إقليم الخروب يبلغ 37، وهي تضم مختلف مكونات الطوائف والمذاهب الإسلامية والمسيحية، موزعة على 25 بلدية و12 قرية صغيرة تقتصر الانتخابات فيها على المجلس الاختياري. على بعد أيام من بدء المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، خلط أوراق وإعادة تشكيل تحالفات في معظم قرى وبلدات إقليم الخروب، ويبقى الجواب يوم الأحد في صناديق الاقتراع لبلديات 2016 على سرحال تلفزيون مستقبل.